لا الشباب الآن بقى يعني عبد الحي يوسف بيقول لي إنه ولدي في الفترة الأخيرة قبل ما يعني يمشي ويغيب وكده بدأ يركز على إنه الفتوى ياخدها من الإنترنت، بيفتح في المواقع دي وبيلقى فيها الفتاوى مدى التأهيل الشرعي للناس ولا كده، ده كله ما وفي نصوص مأخوذة. نحن قمنا بحصر يعني 160 شبهة بيستندوا عليها دعاة الغلو والتطرف دي، بعضها خلل في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعدها خلل في قضية التكفير ومنطلقاته أربعة: قضية الحاكمية، الغلو في مفهوم الجاهلية، الغلو في مفهوم الولاء والبراء، وقضية الغلو في مفهوم الفرقة الناجية، ورتب عليه. فبيقول لي إنه نحن الشباب ولده بيحاور فيه، قال لي عندهم 10 مكفرات لهذه الدولة، منها إنه الأخ الرئيس البشير قال أخونا سلفة، استعمل تعبير أخونا سلفة، أخونا سلفة، وهم لا يعرفون أخوة إلا أخوة الإيمان والعقيدة، وما دونها فهو كفر. وتطيب القرآن: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. ما يفهموا إلا إنه في رابطة واحدة، هي رابطة العقيدة والإيمان، لكن رابطة عشيرة، قبيلة، دم، نسب، إنسانية، وأشهد أن العبادة كلهم إخوة، ما عنده الإحساس بالمسألة دي. فنحن حصرنا تقريبا حوالي 160 شبهة. عملوا لها الصاروخ السموه الظواهري. أي. الظواهري ده قالوا لمن؟ قالوا ده للمرتدين. مرتدين. والمنافقين. المرتدين البشير وعلي عثمان وصلاح الغوش عليه اللعنة. والمنافقين الفقير وجماعة. ده كانوا المفروض يضربون بالظواهري ده. نعم. أي. يعني من ضمنها مثلا في العشر المكفرات موجبات التكفير ان الوجود الاجنبي ده كله لا امان لهم، لان الامان منحته الدوله والدوله لا شرعيه لها، وبالتالي ما في شرعيه لهذا الوجود، وبالتالي يستحل كل ما فيه يعني، وهكذا يعني.